لا لا يجب الهروب الى كهف راجن شني راجناروك. يجب الهروب الى كهف راجناروك. واو واو واو. اوكي اوكي بسرعه بسرعه. السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في الحلقة التاسعة من لعبة القراصنة سكول اند بونز. وقبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر ومشاهدة ممتعة للجميع. ونستكمل يا جماعة المهام الخاصة برحمة، آخر مهمة أعطتها لنا اللي هي خطابات ليلية. يجب البحث عن قائد الغاصبين في خليج ناخ. خليج ناخ فين هذا؟ هنا خليج ناخ، هذا هو قريب منا، يعني قريب من تيلوك بن جرم. جميل، خلينا اول شيء نذهب الى السفينه يا جماعه اللي طورناها بشكل كبير. طبعا خدينا سكنات الخاصه بش اسمها هي، دقيقه بس فينها هذه مجموعه الظلام الطويل، ربحناها طبعا في اللي هو الموسم الاول. طبعا هذه الموسم الاول، سكنات الموسم الاول، هذه اول سكنات نربحوها يعني بشكل كامل مع جوائز اخرى. وزينا بها السفينه، شوفوا منظرها يعني رهيب 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 المنظر الخاص بها. خلينا نشوف الامام كذلك، ايضا في حتى لبسه للطاقم لكن ما عجبتنيش الصراحه، سخيفه. طيب شن ثاني؟ ايه يعني هذه هي الزينة. ايضا من ناحية التسليح يا جماعة، تسليح السفينة ركبنا او اخذت اللي هي المنجنيق الاسكتلندي. هذا يا جماعة المنجنيق الاسكتلندي هذا رهيب في تدمير التحصينات، يعني الحصن والابراج يا جماعة. هذا المنجنيق يمسح فيها مسح دمج غير عادي بالنسبة للتحصينات يقوم به، وأيضا للسفن، لكن بالنسبة للتحصينات رهيب. أخذت يعني مجموعتين من المدفعية هذه، حطيتهم على الجوانب السفينة. شنو الشيء الثاني؟ هذه أغلب الأشياء اللي أخذتها للسفينة. خلينا حاليا نبحر يا جماعة ونذهب إلى المهمة الخاصة بنا. طيب يا جماعة دخلنا في المكان اللي حنبحث عليه. شوفوا السفن المدمرة يا جماعة، شوفوا. واو. أصبح الأجواء ضبابية. أوكي. حاليا حنبحثوا على شني؟ على قائد الغاصبين في خليج ناخ. قائد الغاصبين هذا يا جماعة مش عارف، هل هو في سفينة؟ هل هو موجود في اصبر هي شنو هو؟ شنو هذه؟ ييجا؟ لا مش هذه، لا تقريبا مش هي. لا رحنا فين؟ دخلنا اوكي في المنتصف. لا هو والله. يلا ضربة الأولى. دمرهم امسكهم. هذا منهم امشي. جميل. تعال تدافع عليه يعني. تعال كل شيء. طيب المهمة يجب توصيل تحذير رحمة لإفادة الشركة التجارية الهولندية بأنها
لن تستسلم. يجب الاستعداد لعداء الشركة التجارية الهولندية. اوهو طيب، يعني سنعود الى رحمة. وهذا المكان اللي حنبلغه فيه يا جماعة، طبعا هذا المكان مش تيلوك بن جراح، انا كنت اتوقع ان تيلوك بن جراح، لكن لا، هذه مستوطنة او مستعمرة. خلينا نتفاعل. خطابات ليلية. طيب خلينا نوصل التحذير. طبعا هذه الجوائز 12185، وهذه القطعة اثاث تقريبا، وهنا شهرة 950. اوكي تقديم جميل. شنو يعطونا؟ قال لك يجب البحار بعيدا قبل ان تكتشف الشركة التجارية الهندية رأس. اوه اصبر شوية خلنا نقروا. الله يجب الهروب الى كهف راجن راجن شنو راجناروك. يجب الهروب الى كهف راجناروك. واو واو واو، للتخلص من خطر الشركة التجارية الهولندية. اوكي اوكي بسرعة بسرعة. الله 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 الله، هذا اصبر احنا وين؟ شيخ الكهف وين هذا؟ هناك الكهف. حصلنا بسرعة. بسرعة. وي 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 وي، هذا شنو السفن هذه؟ لا 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 لا، حول حول قدامي، حول قدامي، حول قدامي. إياه حول، اذهب. يلا طيب، اذهب يلا. اوه طبعا هنا الهولنديين منتشرين في كل مكان يا جماعة، وشوفوا اصبحنا مطلوبين. اصبحنا مطلوبين. الله الله الله، تعال تعال تعال. تعال انت وياه، تعال انت وياه، هات اللي عندك. تعال انت وياه. لا 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 لا، تعال انت وياه. زرت لحقني، لحقوني لحقوني. ولا واحد جت فيه. يوهو اصبحت الاندارات تطلب. اوه الكهف هنا يا جماعة. الله والكهف ما نستطيعش ننزله لين نتخلصوا من العداء. طيب خلنا نعطيهم واحدة هكا. يلا الله 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 الله، يا ساتر 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 يا ساتر. الدمار كان غيرك اشطر، كان غير. تعال هنا تعال هنا. تريدون الحرب؟ فهي الحرب اذا. فهي الحرب. اين الذخيرة؟ الحرب ايها الهولنديين، انها الحرب.
إنها الحرب الحرب. أوه حصلنا خريطة، خريطة أسطورية، خريطة كنز. حصلنا خريطة كنز من أحد السفن. طيب كويس. طيب خلنا نذهب إلى الكهف الآن. يلا وصلنا. طيب كهف رانغنوك. شيخ جميل. طيب حصلنا، اوه حصلنا مخطط سفينة. عليك التواري عن الانظار في هذه الفترة قبل العودة بمعلومات الى رحمة. قال لك تهديد مجهول، تهديد مجهول. طيب لو قلنا مثلا هكذا ودرنا سفر سريع، في سفر سريع او انتقال سريع؟ نعم فيه موجود. طيب فيش مشكلة، لكن يعني رحمة حاليا نستطيع نذهب لها صح؟ اوه تم اكتساب علامة التهريب. جميل جميل جميل. خلنا نذهب الى رحمة نشوفوها يا جماعة، نشوفوها حاليا. رحمة شو بتقول؟ اه عليك القدوم لاحقا. اها يا شيخ، علي تهديد مجهول، عليك التواري على الانظار. اوكي اوكي اوكي، يعني لازم يعني لازم ناخذ وقت قبل يعني لا نذهب الى رحمة. طيب طيب يا جماعة في هذه الفترة خلينا يا جماعة نذهب الى مكتب التهريب. ايوة بهذا الشكل. خلينا نشوفه اللي هي مواقعنا في التهريب. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، شوفوا الجزيرة الحمراء، منطقة الجزيرة الحمراء بالكامل بالكامل استولينا عليه، استحوذنا على مصانعها. شوف كل المصانع استحوذنا عليه كل. طيب حاليا لو اردنا مثلا فتح منطقة ثانية اللي هي مثلا ساحل افريقيا او جزر الهند الشرقية تحتاج الى 5000 من الدولارات الاسبانية. اوه يا جماعة شوف 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 شوف، هذه رسالة جتنا في صندوق البريد. تحذير اخير الجنرال فان كينكل، هل اعتقدت انه يمكنك الافلات من عقوبة خداعنا بتلك الرؤوس؟ منحناك فرصة للخروج من جزر الهند الشرقية على قيد الحياة، لكنك قررت تنفيذ اعمال القائد البحرية القذرة. ماذا حققت يا ترى غير اثارة غضب الشركة التجارية الهولندية؟ ها هو ما تبقى من سلطانتك العزيزة. يجوز لك ارسال ذلك المشبك الى الفتاة المنتقمة، ستتعرف عليه الجنرال فان كينكل. أيوة سلطانك هو. أنا بنفهم حاجة، ها هو ما تبقى من سلطانتك العزيزة. أوكي يعني يحكي على سلطانة، يعني مش رحمة، رحمة طبعا قائدة، والفتاة المنتقمة اللي هي رحمة صح، هذا اللي يحكي عليه، وهذا مشبك السلطانة، هذا اللي قصده هنا. خلنا ناخده، خلنا ناخده ناخده يلا. طيب آه بالضبط بالضبط، يجب العودة إلى رحمة ومعك مشبك السلطانة لنقل الرسالة الكئيبة. طيب 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 طيب، يا سلام سخنت الأمور، سخنت شعللت يا جماعة. خلاص سنذهب إلى رحمة، يلا بينا. طيب يا جماعة خلنا نذهب إلى رحمة الآن ونبلغوها. هو دقيقة بس المشبك، آه نعم هذا هو موجود هنا، مشبك فاخر مرصع بالياقوت الأحمر، كان جزءا من مجوهرات زفاف السلطانة هارياتي، لكنه الآن بمثابة تحذير موجه لرحمة، تسعى إليه رحمة. طيب سنذهب إلى رحمة. ماذا ستفعل رحمة؟ هل يمكن أنها تعصب يعني أو يغمى عليها وتبدأ في البكاء؟ سنرى. The stories of your heroics enthrall the masses. تفضل يا رحمة هذا المشبك يلا. الصدمة الصدمة. It was worth getting you on our side after all. You seem to have performed magic. You deliver traitors' heads and poof, turn them into the finest jewelry. Hariati's brooch. A threat weaved in gold. Who do they think I am? One of their
miserable wives. ولا همها اي حاجة ولا عندها علاقة. والله سفاحة يا جماعة، قلبها ميت. لا لا، هو باين من الشق اللي في وجهها هذا، ريته الشق هذا باين انها بايعة كل شيء، ما عندهاش علاقة. طيب انهم يظنون انك تهديد لامبراطوريتهم. الخيار الثاني، انهم يرون عدوا عنيدا يرفض التعاون. لا لا، الخيار الاول هو افضل، يعني هو الخيار الصحيح. A threat. This is how they see any woman they can't control. The Dutch have no substance. If they wanted to kill the Sultana, they'd have done it already. I can't overthink this. Doubt is what kills us. The Dutch spread doubt amongst their empire and pounce on us with bloody charm. They parade the Sultana around and blame me for her imprisonment, thinking it will knock me off course. As their mouths overflow with lies, I am losing loyal Rempanese who no longer trust my word. People I have lived with my whole life. But I will not give in. I am running out of patience. If they don't want to give us back what's ours, we'll take it. طيب. اها، في عملية ضخمة البيع. اوه يا جماعة، هذه المهمة يقول لك انقاذ الامبراطورية. فان كينكل من الشركة التجارية الهولندية كان يرسل عدة مجموعات للإغارة على مواقع رمبا التاريخية. المكافئات اللي هي شوفوا أدوات، أحد الأدوات أو الأثاث، وعندك ديكور للسفينة. طيب، وعندك 300 قطعة فضية. أما بالنسبة لنقاط شهرة ديم 1050 نقطة شهرة. جميل. طيب خلينا نقوم بها، نقبلوها يعني. Are you feeling at home here yet? Because someone else does. Van Kinkel. That sentimental prick is definitely my favorite kind of colonizer. The kind that tells you they're here for your own good. Everyone knows people cross oceans and brave rogue waves for selfless reasons, right? A helping hand from the civilized world. أها، طيب. أبحر حبا في المحيط، أبحر من أجل المكافآت التي تأتي من وراء المخاطر. أكيد الخيار الثاني. Like the fat pearls one finds inside the bellies of sharks. Farming may be honest work, but you aren't going to find any pearls in that dirt. Van Kinkel comes here to rob us and then brings our culture home as his discovery. Pathetic excuse for an explorer. The man can't read Rempanese, but he steals manuscripts for their gilded covers. I bet he'd collect oyster shells if we told them they were worth something. If you can take back what's ours, my people will see that I stand up for Rempa. Maybe they'll remember it is a place worth fighting for. طيب. جميل. You're brave, Captain. Not as brave as my unbound, but brave. اوه لا 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 لا، شنو هادي يا ساتر، بشوية علينا يا. قالت عندك الجرأة والشجاعة، لكن مش زي الحرائر، لكن عندك الشجاعة مش زي الحرائر، يعني الحرائر اقوى دايم. طيب طيب يا جماعة، خلينا قبل لا نتقدموا في القصة خلينا نتعمقوا ايضا في مهام تانية. المهام هذه يا جماعة اللي هي التحقيقات. طبعا كنز فريمان المفقود مربوط بمجموعة من المهام أو التحقيقات. فحلينا مثلا أخبار اللي هي الكمين، وحليت أخبار القبور،
وحليت إرث بلودي بونز وحليت ذي أشين كورسير. طيب فيه مهام مثل اللي نقلب الصفحة اللي هي مهمة تانية اللي هي منتاري الحرائر والبحث عن تاج أوكوتا، وفي مهمتين تاني مازال مش فاتحة. فش رأيكم خلينا نبحثوا على مثلا أحد المهام هذه، مثلا صفحة لنقلب الصفحة اللي هي يقول لك لدى مؤلف كتب الأطفال الشهير سوريل علم بشأن عملية السطو على سفينة شخادو، كما أن هناك جائزة هائلة على رأسه. ممتاز علي نهب سانت إيميلي أولا. سانت إيميلي ننهبوا سانت إيميلي. طيب سانت إيميلي يا جماعة تشغيل 5000 سيلفر ريورد for the capture alive of writer Jacques Sorel of children's book Kit the Tiger Fame suspected of withholding knowledge in regards to Shadow pirate heist. Last seen living in the mansion at top of the hill in the settlement of Saint-Amélie. It has not been there for several weeks. طيب سانت-إيميلي هذه فين؟ يعني حنلقوا هي يعني هي زي الخيوط يا جماعة، عليك خيوط القضية زي ما يقولوا لها يتتبعوا فيها لين تصل إلى الهدف اللي تبيه لتحل القضية. يعني سانت-إيميلي فين؟ سانت إيميلي هذه شنو؟ هذه مستعمرة أو حصن؟ مانيش عارف. ترى نشوفه هنا. آه يا عيني عليك، هذه هي مستوطنة سانت إيميلي يا جماعة تابعة للحملة هنا. يعني لو سطونا على سانت إيميلي حن يعني حنقترب من الحل. تمام، فأقرب نقطة لسانت إيميلي اللي هي هذه اللي هي الزنزانة. خلينا نمشولها هنا يا جماعة. شوفوا التاجر هذا مارق غامض، شوفوا شن عنده. عنده مهمة، شوفوا المهمة الغريبة هذه، شوفوا دقيقة بس. يقول لك على بعد محيطات، هذه المهمة أنا مشيت لها مرة. يقول لك يهمس أهل ريمبا بشأن سفينة تظهر ليلا ولا يمكن إغراقها باستخدام الوسائل العادية، لكن لابد من وجود نقطة ضعف للسفينة. المكافأة 3000 قطعة نقدية. هذه المهمة أنا حالها زمان، سفينة غريبة يعني عندها قدرات خفية حالها ورجعت من جديد. كل ما يعني نهزموها السفينة هذه نحصلوا جوائز منها، يعني جوائز قيمة. خلني قبلوها وحنمشولها بعد ما نهجموا على سانت إيميلي، مستعمرة سانت إيميلي. خلينا أول شيء نقولوا إبحار. وصلنا لسانت إيميلي. طيب ترى شوي تفاعل. طبعا عندنا فيها مصنع اللي هو الدولارات الإسبانية، لكن مش حناخدوها الآن لأن لو أخذناها فلازم نوصلوها إلى ميناء سانت آن، فنجد تجميع الدولارات الإسبانية ونعملوا لهذه المستوطنة نديروا لها نهب حتى نستكشف اللي هو هذا سوريل. طيب فخلينا نقولوا نهب. طيب وبدأ النهب. عندنا هنا برج، خلينا نجربوا المنجنيق يا جماعة اللي قلت لكم عليه. يا سلام شوفوا الدم، شوفوا. دمرناه. طيب في برج ثاني. في هناك برج. دقيقة بس، في هناك برج يا جماعة. شوف رجي فيه. يلا يلا يلا، لا بعيد يا هنا. يلا جميل. يلا يلا كويس. يلا وات
يلا يا عيني يا عيني، هي هذه قاضية. جميل جميل، دمرناه. ايه اوكي طلعت مهمة. author of in demand book Kit the Tiger. دقيقة بس هجمة القوات، هجمة القوات البحرية. معاش ما عندناش لزوم حاليا بالنهب يا جماعة، خلاص خلينا ننهو النهب. وش حنكملوه؟ وصلنا لنينابوه. جتنا منها رسالة، ربحنا رسالة. دقيقة بس، مغادرة النهب. خلينا نقوم بالتملص من هذه القوات البحرية. جميل، ننهي، انتهى النهب. جميل، يلا خلينا بعد فقط على هدوم الأوغاد. خلينا نشوف التحقيقات يا جماعة إلى وين وصلت. خلينا نقرأ التقرير أو الرسالة هذه. يمتلك سوريل سفينة تدعى لا بلوم، وغالبا ما تبحر في الممر الجنوبي الغربي. علي الصعود على متنها. الممر الجنوبي الغربي فين هذا؟ خلنا نقروها. author of in demand book Kit the Tiger, a Sieur Jacques Sorel, accused of having an allegiance with equally in demand pirate Yuriko Freeman. Sorel recently purchased a sumptuous property in Saint-Emilie using the thousands earned from book sales. The novel non-educational children's book Kit the Tiger continues to rake in record-breaking profits, with the king's daughter herself demanding a sequel. Accusations of the author's unsavory Freeman relationship came after parallels were drawn between the children's story and the events of a morally depraved pirate den, Lanitra. In fact, some say that the tiger was on the flag flown by Freeman as he committed heinous murder and theft upon DMC ship Shadow. This paper can exclusively report that Sorel was last sighted on his new ship, La Plume, attending a leisure voyage in the Southwest Passage. طيب كويس، يقول لك هنا شهد سوريل آخر مرة يهرب على متن سفينته لا بلوم. أها، الممر، قال لك الممر الجنوبي الغربي. الممر الجنوبي الغربي، والله يا جماعة الممر الجنوبي الغربي هذا فين يجي؟ هي الخريطة كلها ممرات أصلا. هنا هذا يا جماعة هو أصلا طريق تجاري. تمام، عندنا هنا نقطة انتقال سريع، خلنا ننتقلوا له. يا ساتر يا ساتر، بسم الله. عندنا هنا خريطة كنز، خلنا نبحث عليها قبل أن نذهب إلى المهمة. موجودة في مكان ما، سنبحث عليها يا جماعة، ولما نجدها سنقول لها أهلا وسهلا، سننقب عليها. هذا هو كنزنا يا جماعة، هذا كنزنا. طيب جميل، حصلنا 3000 عملة فضية وموارد. كويس، الموارد خلنا نرسلوها للمخزن. هذه سلع حنبيعوها، هذه موارد، موارد، صندوق فضة نفتحوه. طيب كويس، قذائف مدفعية مش لازمتنا الآن. جميل، هذه أدوات التصليح ما نبغاهاش الآن. ونبحر الممر الجنوبي الغربي. اوكي يا جماعة، دخلنا للمنطقة. هي بس نديرو ترى لا مش هذه، لا
لا مش هذه، لا ولا هذه. فين فين هذه؟ اي والله هذه. هل هنقوم بضربها ولا نتفاعل معاها؟ يس. خلينا نسيطر عليها. امسك. طيب ما شغال مين شيء. نعم تمت اضافة تحديث للتحقيقات. يقول لك لماذا فر سوريل بعد نشر؟ عليك فحص الأدلة موجودة في صفحتك لمزيد من المعلومات. طيب وقبل قراءة هذه الأدلة والكشف عنها خليكم مع هذا الإعلان. MMOEXP موقع يوفر كل ما تحتاجه من آيتمز وعملات وترقيات لرفع مستواك في لعبة سكول أند بونز. تختار القسم اللي تبيه وتلقى كل شيء تحتاجه. يتوفر كود خصم 6% على المشتريات، الروابط أسفل الفيديو. طيب نشوفوا يا جماعة الصفحة الخاصة بالتحقيق. هذه With a final swap of their paw, keep the tiger open up his belly and all the stolen treasures and gems and villages fell out in a wave, laughing, dancing and hugging. What will you do now? Asked little Sam. See over there, said Kit. The boy squinted. Over the horizon, past the sun, he saw a man shape grabbing at trees and stuffing them into his mouth, smaller than the one just destroyed, but growing all the same. I have to keep going and fighting, Kit says, but one day I won't be able to, and then it will be up to you. If you like this one, I've got another one about a flying sheep. Tell your mother to write next time you visit St. Anne, and try not to lose this, like you've lost every other gift I've given you. Auntie Anja. Oho. Oho. طيب. طيب 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 طيب. جرى تحديث التحقيق. قد تعرف آنيا مديرة المستودع في سانت آن السبب. Oho. آنيا. آنيا مديرة المستودع. أوه مديرة المستودع، نعم، اللي خزنوا عندها في البضائع. يا شيخ يا سلام، تعال تعال تعال، نذهب إلى سانت آن. تعال تعال يا آنيا، تعال تعالي أعطينا الزبدة. الله، أنت مؤلف النمرة كيت الحقيقي؟ I don't know where Yuriko or the Chadu treasure is. I can tell you that it was a hammer of Yuriko's cells, not a tiger. That should keep you sleuths going for a bit. Oh, and I also don't have 5,000 silver for the bounty reward. Perhaps ask Jacques Sorel. Heard he bought a nice mansion the other day. Jacques Sorel. طيب. إن تلك الغنيمة تحق لك بكل جدارة. سيكون من الخطير الكشف عن نفسك. والله ماني عارف. سيكون من الخطير الكشف عن نفسك. People like me are strung up for less. And to be a woman as well. Nightmare of a situation, truth be told. The man is applauded for stealing my work. And yet, I don't wish to be him. There's value in my story. In this vessel I occupy that Jacques Sorel will never know. And I'm glad I had a chance to tell our story, the story of Lanitra, in my own words. يا عيني عليك. طيب
أوه حصلنا جائزة، تحصلنا على جائزة يا جماعة. طيب صندوق، صندوق متين، ترى شوفوه، راية وروح الآلة وأربعة آلاف وتمنمية فضة وتروس ولا مش عارف. طيب طيب طيب، يعني أصبحنا نقرب يا جماعة من التحقيق. تقريبا هذا التحقيق اللي هو الخاص بشن اسمه اللي نقلب الصفحة، انتهاء، شوفه عليه علامة صح، انتهاء. جميل جميل. طيب نجول التحقيق اللي بعده اللي هي منتاري الحرائر. طيب تبحث إحدى أعضاء الحرائر منتاري على خنزير الشركة التجارية الهولندية جاكوب دو روي الذي يبحث عن كنز سفينة شخادو. آخر ما سمعته أنه كان متجها إلى مخفر صيحة باروغار، نبحث هناك. أها طيب خلينا ندير لها تتبع، شو رأيكم؟ وين هي؟ منتاري الحرائر، نعم هذا هو. كويس. لماذا تتعقب منتاري جاكوب دو روي جاسوس الشركة التجارية الهولندية؟ شهدت منتاري تحشد طاقما في صيحة باروغار. فين باروغار؟ آه هذه هي صيحة باروغار، هذه هي يا جماعة. خلينا نمشولها. اوكي. The way secrets spill out of the slack jaws in the opium den, I swear, it's too easy. Jacob de Roy sails on the Zutphen, last seen south of Pamburu Islands, near here. He didn't blink when he strung up my brother, his dignity mutilated. I will do the same. I will take out his heart. Each of us shall step on it, mixing his blood with the dirt. A stem for each of our lost. We met after dark to dance and pay respect to the admiral for giving us this freedom. Cassie unearthed some rank tobacco and we smoke it with flowers. The waves were bright and freezing as the sun rose. I would die for every one of these girls. It will be a risky attack, but we're ready. I know it. It'll be good fun at the very least. طيب هذه طبعا يوميات شنو اسمها منتاري اللي هي اللي تتعقب في جاكوب. طيب قالوا انها يبحر جاكوب على متن سفينة تحمل اسم زوتفين. فين؟ هنا هنا يا جماعة، يعين عليك. طيب خلينا نذهب. اوكي ونبحث هنا. هذه نعم. هذه اضرب فهجر فجر دمر. طيب خلنا نرجع للجزيرة حتى نقرأ الخطاب. هذا الخطاب يا جماعة خلنا نقرأ. 11 of May. Dinner with the DMC director went quite well. Jacob de Roy, however, applied a real damper to the party. The man sure can go on about his exploits in the islands, cleansing the land of locals and all that unseemly nonsense. Rather turns one off dessert.
12th of May. This organized crew of Roomba women attacked us. They were easily overpowered, and I was going to send them back to Rama after cutting off a few hands as warning. But the Roy... well, he outranks me, so what could I do? Paraded him like sheep in the slaughter market before dragging that horrid knife across their throats. Enraged and wailed at him until the end. The Roy just smiled, eyes wide and wide as saucers. A terrible, indelicate business. He disembarks at the next port, thank goodness. He hasn't been the same since surviving Shadu. يا جماعة, المجموعة اللي مشت اللي ذهبت بتنتقم من هذا القبطان اللي هو دوروي, أمسك بهم وأنهى حياتهم. أنهى حياتهم بكل برود. لكن حاليا قال لك, قال لك يرسو في أحد المرافق تقريبا, ينبغي للقائد البحرية رحمه معرفة مصير مونتاري. يعني لازم نذهب إلى رحمة. طيب خلنا ننتقل انتقال سريع إلى تيلوك بنجارة, نكلمه رحمة. The brigantine, you've drawn its sails. This ship is built for battle. ماتت مونتاري. خلينا نقول لها شو بيصير. I've heard she thought herself covert, but it's Mentari. Of course she boasted to half of Teluk Penjara. I knew what she was doing. طيب ما منعك من إيقاف مونتاري؟ لقد كانت معجبة بك جدا. طيب قولها ليش ما منعتيهاش؟ Because it's exactly as I would have done. I liked how it was exactly what I would have done. You have the look of a mother, you know. Yes. You have the curse, just like me. We'd protect our own with bare, bruised fists if we had to. And if a child were to die, it's a trait not well suited for war. To care is a slowing, ineffective sort of curse. But it's also just who I am. Something I can't change. Perhaps something I shouldn't want to change. كويس. جميل. خلاص بما انهم عطونا صندوق كجائزة. Talk to the locals. Their gossip will tell you a lot. طيب بما انهم عطونا صندوق كجائزة يا جماعة, معناها التحقيق انتهى. أول شيء خلينا نفتح هذا الصندوق ونشوف وش يعطونا من جوائز. أها, علامة المثابرين, هذه اللي هو جهاز خاص بالملاحة تقريبا, وفضة ويعني موارد. طيب نشوف المهمة الخاصة بالتحقيقات, مونتاري الحرائق تم حلها. جميل. هنا فيه مهمة أخرى اللي هي البحث عن تاج أوكوتا. تم خلع الملك مويني من منصبه كملك أوكوتا في وقت ما بعد عملية السرقة. علي استكشاف أوكوتا العظيمة بحثا عن مزيد من الأدلة. أوكوتا, أوكوتا, أوكوتا فين هذه يا جماعة؟ ترى شوفوها في الخريطة. أوكوتا فين؟ أوكوتا هنا يا جماعة, هنا. البحث عن تاج أوكوتا موجودة في الجزر الأفريقية. طيب خلي نمشي هنا اللي هو قرب مكان ليه كهف الشيوخ. يلا. يا جماعة الله, أوكوتا طبعا منطقة مجهولة ما اكتشفناهاش من قبل. شوفوا حصن او قلعة, ولا مش عارف, قلعة, قلعة يا جماعة. يلا خلينا ننزل يا شيخ. أوكوتا, أوكوتا
جميل. طيب كيف حنلقوه الآن؟ يعني نلقوا المعلومات تقريبا. ترى ممكن نلقوها في رسالة، ممكن نلقوها في كتاب موضوع على الأرض، أو ممكن نلقوا اثنين يوشوشوا مع بعض. شوف شوف يا جماعة، شوف شوف شوف، ها هي، شوف المنشور هذا، ليتو شوفوا، ها تتبع جميل. All hail Queen Alice for the mighty victory over our treasonous brother and King Mwenye. The throne of great Ukuta is now fortified against foreign invaders, and our alliance with the Sultanate of Soha help ensure the prosperity of the Confederation of Ungwana. The Queen shall award a bountiful sum for information on or capture of renegade Mwenye, who escaped the sword of justice together with a band of traitors and made off with the royal crown of Ukuta, rightfully belonging to Queen Alice. The thieves and traitors were seen in several villages within the realm, including Bandari. By royal decree, all aiders and abettors shall be killed. Bless her majesty. هاي هو. طيب طيب يا جماعة، شنو المهمة اللي عطاهنا الآن؟ شهد الملك مويني والخائنون آخر مرة في بنداري جنوب مستوطنة هارفو. هذه يا جماعة اللي هي مستوطنة هاروفو، تمام؟ قال لك في الجنوب الغربي ولا فين؟ يعني بتكون يعني قريبة بعض الصيادين اللي هي شن قال اسمها بنداري. هي بس هذه بنداري يا جماعة. جميل. معناها يا جماعة هذه من ننهبوها، ضروري ننهبوها حتى نستطيع نعرف السر. طيب أقرب نقطة حتى نوصلوا لها اللي هي هذه مخبأ الصيادين، يلا نمشوا لها. هذه بنداري يا جماعة، هذه هي بنداري. لكن قبل أن ننهبوا بنداري، أنا خايف من تدخلات غير مرغوب بها في وقت النهب، يعني حيهجموا علينا اللي هم العشائر الخاصة بهذه المستوطنة أو الشعب، فيدخل علينا يعني متطفل يهاجمنا معاهم ويصعب علينا الأمور، اللي هو هذا. شوف هذه يا جماعة قراصنة، هذا قراصنة دائما يهجموا علينا هذا في البحر. فذاك خلنا نستهدفوه. ايوه بنفس الشكل هذا، خلينه امره. جميل. طيب ندير اصلاح كويس ونمشي ننهبو بنداري بدون اي ازعاج. يلا بينا. طبعا بنداري عندها برج اثنين للدفاع تقريبا، نعم برجين للدفاع، لكن ابراجهم ضعيفة طبعا، مش زي ابراج الخاصة بالهولنديين ولا الخاصة بالفرنسيين. لا، خلنا ننهبوها بنداري. يلا هايوة، يا سلام. اضرب ضربة الأولى، ضربة الثانية، ضربة الثالثة، ضربة الرابعة، ضربة الخامسة. هذه تنهي صح؟ لا ما انهتاش. ليش يا راجل ليش؟ يلا انت انهي امرك. اوكي
لا جميل دمرناه. طيب اها طلعت النتيجة. جميل يلا نتخلوا علي على المهمة بسرعة 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 نتخلوا عليها المهمة يا جماعة بسرعة. ما عادش تهمنا حاليا عملية النهب. هذا اللي نحتاجه احنا. اللي نحتاجه هو قراءة التحقيقات. غادرت المنطقة. نعم غادرتها مش هنا. طيب نزلوا هنا. خلينا نقرأ التقرير يا جماعة. فين هو؟ البحث عن تاج أكوتا. أوكي اللي هو هذا. يلا. The Confederation of Ungwana is in upheaval. King Mwenye has landed in Bandari Harbor. Though still wearing his crown, he is but a shell of the man he once was. Queen Halisi has taken the throne and strengthened her alliances within the realm. With Unyenye Kevu and desperation, he pleads for help. To see such groveling from royalty grieves me. Halisi's spies are everywhere. Those who do not pledge allegiance are being seized and executed. Prudence is vital. For this reason, I had to turn away the beleaguered king and beseech him to return to Great Ukuta and ask for reconciliation. His sister might be merciful. My pleas fell on deaf ears. Mwenye has disagreed. The dethroned king has departed to gather allies to the north and defy the usurper queen. Undeterred, Mwenye sails towards his fate. May peace be with him. Word goes around that Mwenye's ship has vanished to south of Jiwe settlement. I fear the worst. Lost too, sadly, is the crown of Ukuta. But for the best, perhaps, as the usurper queen is cursed to rule without the ancestral crown. He go to her tyranny. Okay. طيب جميل 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 جميل. طيب جرى تحديث التحقيق. قيل أن سفينة الملك تحطمت قرب جيوي. فين جيوي يا جماعة الخير؟ هنا. أعطونا مكان هم. يعني ننزلوا هنا. يلا يعني يا جماعة ممكن نبحثوا في على حوالين الجزيرة أو لا صح؟ لأن في شوفوا هنا في سفينة وهنا في سفينة محطمة صح؟ والله في وسط الجزيرة نبحثوا. خلينا نطلع بالسفينة أو شيء أسهل ان نقللوا من الاحتمالات يا جماعه. نقللوا من الاحتمالات يعني خلينا نقول الاحتمال الاول ان في سفن محطمه خلينا نفتشوها. فهمتوا؟ نعم في هذه سفينه. واذا ما صارش يعني ما لقيناش سفن في السفن هذه اي شيء ندخلوا للجزيره نبحثوا على اي شيء في الجزيره هذه. فتش. نعم في تفتيش. دفن الملك سرا في مخفر قبر العمدان او العمدان. طيب قبر العمدان وين؟ فين قبر العمدان دي؟ بس هو قبر العمود يعني صح هنا. طيب خلينا نرجعوا ونذهب انتقال سريع. هنا يا جماعه قبر العمود هو نفسه قبر العمدان يعني هو جامعينهم. يلا طيب فين يا جماعة قبر يعني حنبحث. اوه هذا القبر. يا سلام قريب يا جماعة على الشاطئ. طيب هذه جمجمة الباين استخراج الكنز. نعم يلا يلا يلا. اوكي جميل جرى تحديث التحقيق.
Here lie the remains of true ruler of the great Ukuta, King Mwenye, sheltered from the tyrannical eye of the usurper queen, by the guardian spirit of our ancestors. At the behest of our king, we take the crown of Ukuta and depart to the north, far from the queen's malevolence. I pray that King Mwenye will be honored by our ancestors. Azizi, loyal servant of His Majesty Mwenye, the eternal Mtwala of the great Ukuta. Azizi. اسمع عزيزي. طيب طبعا هذا التحقيق ايضا يا جماعة اخبار وين هي البحث عن تاج اوكوتا انتهى. جميل. ما زال عندنا فقط مهمتين للتحقيق لكن ما زالوا مجهولات لين ناخدوهم يعني من الناس اللي توشوش في الاسرار. طيب عطونا صندوق ماذا يوجد في داخله. فتح. اها عليك تذوق مطرقتي. هذا يا جماعة ديكور للسفينة مجسم. الفضة 3500 وموارد. كويس جميل. هذه يعني الثروات اللي يحكوا عليها. طيب وإلى أن نجد المهام الثانية أو التحقيقات الثانية خلي نكملوا مهمتنا الرئيسية اللي هي إنقاذ الإمبراطورية. شو رأيكم؟ خلي نذهب إلى تيروك بن جاراه. يلا طيب احنا منطلقين الى المكان المحدد يا جماعة اللي هو يقول لك فيه انقاذ الامبراطورية. يجب الابحار الى شمال غرب شبه جزيرة هاريماو لمساعدة اهل ريمبا في مواجهة الشركة التجارية الهولندية. يا سلام يا سلام. سنذهب الى هناك في هذه الليلة الظلماء الغير صافية. القمر يتوارى خلف السحب والنجوم تتلألأ ومجرى التبانة واضح بشكل لا يصدق. إنها ليلة أسطورية. أها هذا شنو؟ هذه منطقة. أوكي أوكي ماشي. قال لك أصبر شوية. قال لك يجب استعادة قطع ريمبا الأثرية التي سرقها مغيرو الشركة التجارية الهولندية. إغراق مغيرو الشركة التجارية الهولندية. نقوم بإغراق من هم؟ هادو. لا هادو. لا هادو. هادو هادم هم. وهذا أيضا تقريبا ترى. نعم هذا. طيب ثلاثة قال لك. يلا بينا نغرق. فلنغرق. أغرق يا مغرق. انهيه انهينا. ضربات حاسمة يا جماعة. طيب هذه قطعة ثرية المفروض هنا صح؟ طيب الجمة الثانية أغرقناها. أوكي عندهم هجمين. تعال أنت شنو بتهاجمني أنت؟ تعال هاجمني. شنو هذا؟ كيف؟ كيف يا جماعة ما تفجرش بسرعة؟ حصين قارب زي هذا حصين ليش؟ والله انه قوي. حصين يا جماعة. تعال اهو مين يهاجم؟ اوه لا 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 طيب يلا. They are weak, Captain. Just another effort.
هي هجرناه. قال لك يجب إعادة القطع الأثرية إلى مستوطنة ترنبا. وين المستوطنة؟ هذه صح؟ نعم. طيب تفاعل إعادة إنقاذ الإمبراطورية، وهذه نقدموا لهم اللي هي القطع الأثرية، وما نربحوا الجوائز الخاصة بينا يا جماعة طبعا. جميل جميل، ربحنا هذه اللي هي واحدة من الأثاث تقريبا. يقول لك هنا علاقات شرقية، عليك استكشاف أراضي رنبا شمال جزر الهند الشرقية بحثا عن أغراض قيمة، المتابعة مع رحمة عند الاستعداد. طيب يا جماعة خلينا نمشي الرحمة الآن نقولها على المهمة. Captain, it is like you were born for this. Imagine their surprise. The wind blows the other way now. المرء إما يسلب وإما يسلب. الخيار الثاني يقول أستغل أي فرصة لسحق بعض الجماجم. نعم هذا الخيار كويس. And people say I am impulsive and reckless. Perhaps your reputation will get people's eyes off my back. But I digress. I tend to do that when I'm cheery. And today, you make me cheery, Captain. You brought back a chest full of goods many DMC referred to as treasure. Stuffs to be sold. Yet, only my people can truly appreciate them. I am grateful you brought them back intact. One of the reasons I like working with you. Selective dignity. Occasional pride. Not entirely garbage. These aren't just things. They're how we keep our culture alive. And I'll risk every drop of my blood and tears for them. طيب جميل، هنا فيه مهمة، يجب إمداد حرائر القائدة البحرية رحمة بالموارد التي يحتاجون إليها للفوز في الحرب. طيب اللي هي يجب المهمة اسمها يجب أن تظل البضائع متدفقة. سرق عملاء رحمة صناديق توابل من الشركة التجارية الهولندية وخبأوها في حطام السفن لاستردادها، عليك استعادة صندوق التوابل الذي سرقه عملاء رحمة لتتمكن من استعادة السيطرة على تجارة التوابل. وهذه الجوائز يا جماعة. طيب وألف نقطة من الشهرة، ممتاز، نقول له قبول. Finally. Someone who hasn't come to rant or whine. I swear I'll strap the next person who does to the underside of a cow. Apologies, it's like a banging gamelan inside my head. I bet you know what it's like to mother a crew. طيب قد يكون الاعتناء بالطاقم أمرا مرهقا. خيار الثاني، طاقمي هم عائلتي فنحن نعتني ببعضنا البعض. طيب يكون خيار تاني. Then you need even more rum than I thought. My bosun says I should be more nurturing. What does that mean? That I should spank the DMC out of the islands? I don't like it, but she has a point. We've been eating the same blend porridge for weeks. We have weapons, but barely any reserves. With you, I can retake control of the spice trade, increase our income, and stop this incessant complaints. My agents have stashed barrels of spice for you to smuggle back here. It takes a lot of it to mask the stench of this foul reality. جميل جميل، حنبحث على صناديق. Not as brave as my unbound, but brave. طيب قال تعود فيها، يقول لك شجاع، انت شجاع لكن شجاعتك لا تضاهي الحرائر، لكنك شجاع.
شنو هذا؟ طيب خلينا نوقف الى هنا يا شباب، وان شاء الله حنكمل في الحلقة الجاية باقي الاحداث من قصة ومن مهام جانبية. وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، ونلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. مع السلامة.